يا هلا فيكم، يلا تحييهم. الصحابية اللي شربت من ماء السماء، هذه صحابية اسمها أم شريك، أسلمت مع أول من أسلم في مكة، هذا البلد الأمين. فلما رأت أم شريك تمكين الكافرين وضعف المؤمنين، حملت هذه الدعوة إلى الدين، فقوي إيمانها وارتفع شأن ربها عندها، ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرا فتدعوهن إلى الإسلام وتحذرهن من عبادة الأصنام، حتى ظهر أمرها لكفار مكة، فاشتد غضبهم عليها، ولم تكن قرشية يمنعها قومها، فأخذها الكفار وقالوا لها: لولا أن قومك حلفاء لنا لفعلنا بك وفعلنا، لكننا نخرجك من مكة إلى قومك. فتلتلوها ثم حملوها على بعير، ولم يجعلوا تحتها رحلا ولا كساء تعذيبا لها، ثم ساروا فيها 3 أيام لا يطعمونه ولا يسكونه، حتى كادت أم شريك أن تهلك ظمأ وجوعا. وكان كفار قريش من حقدهم على أم شريك إذا نزلوا منزلا أوثقوها ثم ألقوها تحت حر الشمس، واستظلوا هم تحت الشجر، فبينما هم في طريقهم نزلوا منزلا وأنزلوا أم شريك من على البعير وأوثقوها في الشمس، فاستسقتهم أم شريك فلم يسقوها. فبينما أم شريك تتلمض عطشا إذا بشيء بارد على صدرها، فتناولته أم شريك بيدها، فإذا هو دلو من ماء، فشربت أم شريك منه قليلا ثم نزع منها فرفع، يعني تم رفع الدلو عنها إلى الأعلى، ثم عاد الدلو مرة أخرى فأنزله عليها، فتناولته أم شريك فشربت منه ثم رفع، ثم عاد فتناولته أم شريك ثم رفع مرارا وتكرارا، فشربت أم شريك حتى رويت، ثم أفاضت منه على جسدها وثيابها. فلما استيقظ الكفار وأرادوا الارتحال، أقبلوا إلى أم شريك، فإذا هم بأثر الماء على جسد أم شريك وعلى ثيابها، ورأوها في هيئة حسنة، فعجبوا وتعجبوا كيف وصلت أم شريك إلى الماء وهي مقيدة. فقالوا لها: حللت قيودك فأخذت سقاءنا فشربت منه؟ فقالت لهم أم شريك: لا والله، ولكنه نزل علي دلو من السماء فشربت حتى رويت. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: لئن كانت صادقة لدينها خير من ديننا. فتفقدوا الكفار قربهم وأسقيتهم فوجدوها كما تركوها، فأسلموا كلهم عند ذلك، وأطلقوا أم شريك من عقالها وأحسنوا إليها. أسلموا كلهم بسبب صبر أم شريك وثباتها. وتأتي أم شريك يوم القيامة وفي صحيفتها رجال ونساء أسلموا على يديها. اللهم يسر لنا رضاك والجنة والدعوة إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة يا رب العالمين. كانت النساء تصبر على البلاء، نعم كن يصبرن على العذاب الشديد والكيب الحديد وفراق الزوج والأولاد، يصبرن على ذلك كله حبا للدين وتعظيما لرب العالمين. لا تتنازل إحداهن عن شيء من دينها، ولا تهتك حجابها، ولا تدنس شرفها، ولو كان ثمن ذلك حياتها. نساء خالدات تعيش إحداهن لقضية واحدة: كيف تخدم الإسلام، تبذل للدين مالها ووقتها بل وروحها. حملنا هم الدين وحققنا اليقين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وبحفظ الله، وتصبحون على خير.